هلو جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عملت فيديو جديد عن روبلوكس مع بنت خليفة. مع عنوان اللعبة هو تريلي ايس اوبي. اتمنى تعجبكم الفيديو. بس ما بلش، هاي هي شخصيتي، ودي الشخصية اللي جنبي هي شخصية ابنت خالي فاطمة. والحين يلا بلشنا. انتي معنا فاطمة؟ هيا. تستحقين يا وحدة. آسف إذا ما تشوفوا الشاشة جيدة، بس ما عندي خيار آخر. يا فاطمة يا كلبة، إيش سويتي لي حتى صرت أنا أخسر؟ قولي سرك يا وحدة. تستحقين. سوف نجهز للفوز، للاستقلال. هاي ايدي تكسرت وانا حاملة، وانا حاملة جوال. اسقط نفسي. فالعادة يجينا سهل، ما ادري ايش صار لنا اليوم حتى يجينا صعب كتير. يا فاطمة، عملت ربحته. والحين الى لعبة الدرج، وهو اللي بيكرهني. انا بيكرهني لانه بتعب فيه ويبقى ينمحها درجة بدرجة كل ما فيه. ربحته. والآن إيش؟ حسنا الحين وين أروح؟ راح أكون مثل ذا تقول أين الباب؟ أنا لا أراه، مع أن الباب يكون وراءها. لن أنتظرك. أنا فوق السماء أسير وأقفز. استعجلي استعجلي يا ابنة خالي، أنا ما راح أنسى. أنا ما راح أنتظرك لحتى المتابعين ما يبقوا ينتظروا. بسم الله. ما مت. انا في الاوبي اللي بعد الدرج، اللي اراد يختفي ويظهر. اللي يلعب روبلوكس هون كان الالوان العادية والوان غريبة، وفي اللون الغريب ده يكون الطريق الصحيح. بس اذا جبتوا طريق اخر فل تموتوا. انا في السطر رقم 4، وانت حسنا. انا لا اراك ابدا ابدا. اوه لا، انا في الصداد اللي بكره، هو الارض اللي تختفي وتظهر، تعرفيه. لا لا لا، لي بعد الصد اللي اختار الطريق الصحيحة والخاطئة، ذاك هو اللي بقصده.
الحين انا بشوف بنضل شاشة الحاسوب لحتى ما اخسر ده الصعب. اخيرا ايدي تكسرت والله ما اقدر ازيد العب. ايدي ما راح انتظر. بسم الله الرحمن الرحيم، رأيت واحدة فاختفت فجأة. حسنا يا فاطمة، ولكن هناك خبر عاجل، خبر عاجل. كانت هناك فتاة بقربي، رأيتها فاختفت فجأة. والحين انا ايش اشوف دي تابيس او ايش؟ شوفوا معايا يا متابعين، احنا انا اراك بالكاميرا. الحين راح انتظر، راح اكمل وراح انتظرك في ستيج رقم ان شاء الله. الحين انا ما انتظرك، وراح انتظرك في ستيج رقم 8 أو 7. اهلين يا نوب، فوتي يا نوبة، قلت عليها نوبة ناخ. بسم الله بسم الله بسم الله، اللعبة ربحتني لوحدها. انظروا انا الحين فوق هذا، انظروا مفتاح 7، وهي انظروا دبقى لا هي بتطيب رقم 4، وانا كنت في الستيج رقم 6 فجأة صرت هنا. كيف هذا؟ كيف؟ لحظة لحظة، ما هو عن القصة؟ تلك مو قصة. هيا خفي خفي خفي، ما راح انتظرك ما راح انتظرك. لا تنسوا الضغط على زر اللايك اذا اعجبكم من هذا الوجه. والان هيا لنكمل طريقنا. بدي شخصي ما يقول لي ليش بعد الاستعجال من لعبة أخرى أنا أراها في دي اللعبة، وأنا متأكدة بأني لعبت هذه اللعبة أكثر من 5 مرات.